السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بتجربة جديدة في ميدان الفلاحة، واللي أول مرة فلاح ومستثمر جزائري يجرب زراعة القهوة، يعني زراعة البن، واللي عرفت النجاح غير منتظر، يعني في إنتاج نباتات يعني أو حبات البن اللي قد إذا كان فيه عناية تطوير الفلاحة هذه، ويعني جلب تجارب. يعني التجربة هذه برهنت أن إمكانية، يعني شيء ممكن أن يكون فيه زراعة البن، يعني اللي هو مريد أساسي واستراتيجي هام في المنظومة الغذائية لأي مجتمع في العالم. إذا إن شاء الله يكون فيه تطوير هذه التجربة، و يعني فالوريزاسيون، يعني يعطيها بعد آخر. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. عبد الوهاب شاب من ولاية شلف، تمكن من إنتاج 100 شتلة من مادة البن وزراعتها لأول مرة بضواحي بلدية بوزغايا بالتنسيق مع أحد فلاحي المنطقة، والتي أعطت نتائج مقبولة خاصة في ظل تأقلم الشجيرات مع الظروف المناخية، رغم أنها تنمو عادة في المناطق الاستوائية عبر العالم. في البداية قمنا بتجربة بعض الأشجار الاستوائية ونجحت، أعطت النجاح، ومن بعدها قلنا علاش ما نجربوش زراعة البن اللي هي زراعة استراتيجية. بدينا باقتناء بعض البذور عربيكا وقمنا بعملية التشتيل وبدأت تتطور، والحمد لله وصلت الى مراحل يعني متقدمه. وهذه المراحل يعني شجعتنا باش نزيدوا ونوسعوا هذا المشروع، وين جبناه لبلديه بوزغايا حوالي 100 شتله. ومن المتوقع ان يتم جني اول محصول لماده البن من نوع ارابيكا شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم بعدها تحليل ومعاينه اول عينه واكتشاف مدى جودتها ومطابقتها للمقاييس الدوليه، وهذا بغيه تطوير هذه الشعبه من خلال توسعه المشروع وغرس مساحات اخرى. تقدم المشروع وصل بنسبه 70%، وين بداوا ثمار يظهروا ويبانوا، وربما يعني في شهر نوفمبر نحن نشوف اول ثمرات يعني محليه 100% وجزائريه 100%. هذا الامر يعني اللي شجعنا باش نطلبوا من بعض الفلاحين توسيع هذا المحصول الاستراتيجي. سيدي هذا عبد الوهاب، رجعنا عندي عرض عليا، قال لي ندير التجربه اللي تلقى وانا عندك. قلت له يا اخي مرحبا، لا بغا ندير قطار ولا نص قطار، ولا احنا انتجنا نزيدوا، ولا بغا الانتاج نزيدوا نقوى مشغل القهوة، أي حاجة تنتج نديروها هنا عندنا. تجربة عبد الوهاب في زراعة البن إلى جانب زراعة عدد من الفواكه الاستوائية أصبحت تستهوي الفلاحين في المنطقة نظرا لقيمتهم الغذائية وتزايد الطلب عليهم، وكذلك ارتفاع أسعارهم في الأسواق المحلية والدولية.